بالنسبة للسنة الأمازيغية والفلاحية كنديروا هذا النير في هذه المنطقة الشرقية، والنير كما كتشوفوا فيه القرقاع واللوز والبكام وجميع التمار والكرموس جميع أنواع. وبالنسبة للإقبال، الإقبال كاين شوية ماشي كما مضاري مع الأزمة تاع كورونا، ونتمنوا إن شاء الله الخير. الناس شوية راهم مأزمين شوية، كاين الأزمة كاين. وبالنسبه للسوق كما راكم تشوفوا كاين تهميش، كنتمنوا من السلطات ومن المسؤولين باش يشوفوا شويه محنا، يشوفوا شويه حنا. بكم مرحبا بكم جهه الشرقيه وجده. هذا الشيء هذا نتاع الناير نتاع المكسرات، فيهم القرقع، فيهم الباكام، اللوز، بندق، قسطل، نوات كاجو، بيستاج. المهم هذا الشيء كيكون عندنا احنا من راس العام لراس العام، على حساب داك الشهر الاول نتاع جونفي في 14. عندنا داك الشيء كيبدي لنا من 10 ل 11 12 و 13، وكيكون اقبال عليه والحمد لله. باقي داك الشيء واخا هاد كورونا، واخا هاد الشهاده نتاع هاد الشيء هذا، على حساب هاد الوباء هذا، كاين شويه نتاع النقص في التجاره وهذا، بصح ما اثرتش الحمد لله، اللهم لك الحمد. باقي الناس محتفظه على هذا الشيء هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.